مساكم الله بالخير. هنا بفيديو ثاني بذا بلوش توكس. هالمره مو قصه، هالمره راح نتكلم عن الايفون الجديد. طبعا الكل يدري ان اليوم بالنسبه لي كان في مؤتمر حق ابل، الايفنت اللي يصير سنويا في شهر 9 اللي يعلنون فيه عن الساعات الجديده، الايفونات الجديده وغيرها من المنتجات اللي كل سنه راح تنزل. فكشخص احب منتجات ابل والايفونات اللي تنزل كل سنه، قلت ليش ما اتكلم عن الايفونات الجديده اللي نزلت واعلنوها شركه ابل في المؤتمر اللي صار اليوم. اول ايفون اعلنوا عنه اللي هو ايفون اكس اس. ايفون اكس اس او ايفون 10S هو الايفون الجديد اللي يعتبر نسخه مطوره من ايفون اكس اللي نزل السنه اللي طافت، اللي هو هذا الكل يعرفه ايفون اكس. ايفون اكس اس هي ثلاث الوان اللي هو الجولد والسبيس جراي والسيلفر، والشاشه هي اولد ديسبلاي وكالعاده بكاميرتين نفس الايفون اكس القديم. ماني متاكد نفس الفلاش القديم، لكن يقولون انه شويه مطور الفلاش، بس الكاميرا نفس الشيء بالضبط. واحد من الاشياء اللي تفرق فيها عن ايفون القديم هو مده البطاريه او حجم البطاريه بشكل عام، لكن حجم جدا بسيط اللي هو 30 دقيقه زياده عن ايفون اكس القديم. 30 دقيقه شيء يبشر، بس هذا اللي قدروا عليه الظاهر. الميزه الحلوه بهذا الايفون انه في خاصيه تسمى ب DSDS. شنو هذا DSDS؟ هي اختصار حق دول سم دول ستاند باي. يعني بالايفون الجديد تقدر تحط شريحتين مو بس شريحه واحده، وهذه خاصيه زينه وممكن تفيد وايد ناس. هذه مقارنه بينه وبين الايفون 8 بلس بالنسبه للحجم، بس ما تشوفون الشاشه اكبر والحجم يعتبر اصغر ككل. يعني حق الايفون الثاني شويه يجذب الانتباه، لكن هم مو وايد غير عن الايفونات القديمه. الايفون هذا اسمه ايفون اكس اس ماكس. شنو ايفون اكس اس ماكس؟ شنو ايفون اكس اس ماكس؟ وهيك الاسامي حلجي ضايع. ايفون اكس اس ماكس والله صعب تقول، يعني حداكم تقولوا اكس اس ماكس تجي خمس مرات ورا بعض. يلا قولوا ايفون اكس اس ماكس، ايفون اكس اكس ولا اكس المهم خلنا بالمميزات. هذا لك ايفون اكس اس ماكس يجيب ثلاث الوان نفس الايفون اكس اكس اس العادي، جولد وسيلفر والسبيس جراي. لكن الشيء المهم اللي لازم نشوفه هنا انه هو حجم الشاشه اكبر، وحجم الشاشه بهذا الايفون هو 6.5 انش. هذه الميزه الوحيده اللي يمكن تجذب الانتباه، ويعني الواحد شوي يحس بفرق ان الشاشه اكبر من الايفونات الباجيه. نفس الشيء من ورا كاميرتين ونفس الصفحة. وكذلك هم يدعم خاصيه الدي اس دي اس اللي قلتها قبل شوي، انه في شريحتين تقدر تحطها في التليفون. هني حق البطاريه، البطاريه الموجوده في ايفون اكس اس ماكس تعتبر اكبر بطاريه موجوده على اي ايفون على الاطلاق، هذا حسب ما قالوا شركه ابل. والفرق بينه وبين ايفون اكس القديم ساعة ونص زيادة في حجم البطارية، تقدر تستعمل ساعة ونص زيادة عن حجم بطارية ايفون اكس القديم. ومن ناحية البروسيسور، من ناحية المعالج، ايفون اكس اس واكس اس ماكس والله صعب تقول اساميهم ترى ورا بعض. نوعية البروسيسور او المعالج تسمى ب A12 بايونيك، ويقال ان 15% هي فقط زيادة السرعة عن الايفون اكس القديم. ما هي نسبة وايد كبيرة، لكن اللي مهتمين بهذه التفاصيل يمكن يفرق معاهم، لكن انا كشخص بس احب الايفون ماني جدا مهتم بالتقنية وبالسوالف الدقيقة هذه ولا اعرف فيها حيل، ما راح تفرق معنا وايد لهالدرجة. بس الشيء اللي راح يفرق مع الـ A12 بايونيك اللي هو المعالج هو طريقة الالعاب وفائدتها حق الالعاب خصوصا. يقولوا ان الجرافيكس والالوان والظل وكذي بسوالف الالعاب راح تفرق بنسبة 50% عن الايفون السابق. هذا شيء ممكن يفيد وايد حق اللي يحبون الالعاب وكذي، بما ان الحين صايره وايد العاب تنزل على الايفون سوالف اونلاين وكذي، فوايد ناس ممكن يفيدهم هذا الشيء خصوصا مع شاشه اكبر راح يفيدهم. اوكي، هني حق الايفون الثالث. ثلاث ايفونات نزلت، اكس اس والاكس اس ماكس والايفون ار. شنو هو الايفون ار؟ هذا الايفون صراحه اللي هو اشوف انا يفرق شويه وغير ومختلف شويه عن باقي الايفونات، لكن بس نسوي الحركه بسيطه. يعني شنو هذا الايفون ار؟ ايفون ار يجيب ست الوان، يجيب اللون الابيض وباللون الاسود، يجيب اللون اللي شبه وردي، يجيب اللون الاحمر، يجيب اللون الازرق، ويجيب اللون الاصفر. الوان حلوه للامانه. هذا اكثر الاشياء اللي انا عجبتني بهذا الايفون. والحلو فيه ايضا ان الشاشه مالته قياسها 6.1 انش، لكن هني الشاشه شويه مختلفه، ما هي نفس الايفون اكس اس والاكس اس ماكس. نوعيه الشاشه LCD ديسبلاي، الايفونات الثانيه اسمها قلنا نوعيه شاشه اولد ديسبلاي. كذلك في الكاميرا الاماميه نفس الشيء، الكاميرا الخلفيه نفس الشيء، لكن مو كامل في كاميرا واحده وبنفس المواصفات. وهم في الفيس اي دي انك تبطل تليفونك عن طريق الوجه، فيس ريكوجنيشن. وني حق البطاريه، البطاريه اطول بساعه ونص عن الايفون 8 بلس.
ايفون 8 بلس مو ايفون اكس اطول بساعه ونص عن ايفون 8 بلس. اوكي ني حق الاسعار وحجم الذاكره بكل تليفون 64 256 و512 نفس الشيء حق الايفون اكس اس ماكس 64 256 و512 جيجا بايت. وسعر الايفون اكس اس 999 دولار هذه البدايه. سعر الايفون اكس اس ماكس يبدا من 1099 دولار هذه البدايه. واخيرا هي حق الايفون اكس ار 64 128 256 جيجا بايت. والحلو فيه ان سعره ارخص من الايفونات الباجيه انه يبدا سعره ب 749 دولار. شاركونا بالكومنتات تحت قولوا لنا راح تشترون الايفون ولا لا ولا ناطرين احد يبي لكم هديه. اذا تبون هديه ما اقول لا يعني كيفكم. في نهاية الفيديو لا تنسى تشترك في القناة، وإذا أنت توك جديد على القناة روح شوف القناة ما فيها فيديوهات وايد مقابلات شارع بلوكات تحديات وغيره، وسوي لايك نستاهل حق الفيديو، وإذا عجبك نزل حق ربعك. And that's all. Stay positive. This is